شروط الاحتضان الأسري. الطفل المحتضن هو الطفل فاقد الرعاية الأسرية. أن تكون الأسرة المحتضنة مسلمة وإماراتية، ويجوز منح الأم المواطنة المتزوجة من غير إماراتي. أن يكون محل إقامة الأسرة داخل حدود دولة الإمارات العربية. قدرة الأسرة على رعاية الطفل من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. ألا يقل عمر الزوجين الحاضنين عن 25 عاماً ولا يتجاوز 55 عاماً، وأن يكونا حسني السيرة والسلوك. أن تكون الأسرة خالية من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية.